برعاية يوم حافل النهارده بنجوم دوري الحريف. معانا برضو الكابتن محمد دغش المدير الفني لاكاديميه سباير اللي منورنا على طول، ومعانا اصغر موهبتين اكتشافات دوري الحريف مروان وجدي وعمر خليفه. ويعني اكتشافات الكابتن محمد. كابتن محمد الاول منورنا ومشرفنا دايما وعلى طول. بنورك كابتن مصطفى. هتقولي الاول يعني عرفني بعمر وعرفني بمروان وبداوا معاك امتى؟ والله مروان بادئ معايا من يعتبر 4 شهور. ومروان يعني من المواهب الكرويه اللي احنا ممكن يعني نكون بندور عليها بقالنا فتره كبيره. عمر برضو لسه بقاله مبتدئ معايا بقاله شهرين. اكتشفتهم من خلال برضو دوري الحريف. تمام. ابتدوا ينزلوا معايا في الاكاديميه. طبعا شفت فيهم موهبه بجد بمعنى الكلمه، شفت فيهم ثبات انفعالي، التوافق بتاعهم عالي جدا. حسيت ان هم عندهم شخصيه كده من صغرهم، يعني دي حاجه يعني بسطتني جدا. وابتديت ان انا اشتغل عليهم، وابتدى في انتاج الحمد لله، وماشي معاهم بخطه ثابته. والاولاد يعني حاجه مشرفه جدا قوي في السن ده اللي احنا نلاقي المواهب دي في الفتره اللي احنا فيها دي. انا هسالك على الموضوع، مروان انت كام سنه يا مروان؟ 5 سنين. وانت يا عمر؟ 6 سنين. 6 سنين، انت اكبر من مروان. شايف ان السن صغير؟ والله يا كابتن انا برضو في الاول وفي الاخر، انا في بدايه كلامي مع حضرتك قلت لك انا شفت في الاولاد الموهبه. الموهبه ملهاش دعوه بالسن خالص. اكيد برضو حضرتك انت عرضت التقرير وشفت الاولاد يعني عندهم الثبات الانفعالي مش موجود في حراس مرمى كبار دلوقتي، بل بالطبع لا، عندهم ثقه بالنفس كبيره قوي. شخصيه الحارس المرمى باين عليها. يعني مروان وعمر باين عليهم الشخصيه بتاعت حراس المرمى في السن الـ5 سنين والـ6 سنين مش موجوده دلوقتي. عندهم الثبات الانفعالي فوق العادي، للتوافق عندهم، حته المواجهه للكره دي والثقه بالنفس حاجه عاليه جدا. واكتشافهم في السن دوت انا حاجه يعني فخور بيها جدا. يعني طبعا انت بتتكلم في 5 6 سنين يعني. طيب انا هسيبك تسالهم بقى انت، يعني انت شوف انت عايز تسالهم تقول لهم ايه. تمام مفيش مشكله. مروان وجدي مواليد 2011 شهر 12. عمر خليفه مواليد 2011 برضو شهر 2، يعني ما بينهم وما بين بعض يوم يعني شهور متقاربه. مروان مين مثلك الاعلى؟ بتحب مين؟ كابتن محمد دغش. سيبك من كابتن محمد دغش، بتحب مين تاني؟ عصام الحضري. عصام الحضري. مين مثلك الاعلى بتحبه في الحراس المرمى؟ عصام الحضري. ومين تاني؟ واحمد الشناوي. واحمد الشناوي، حاجه جميله جدا. ومروان طبعا اكتشافه، طبعا انا كان اول ما جالي كان جالي في بدايه التمرين بتاعي. كان ولي امره كان جاي داخل بيه، فانا بصراحه صعقت. يعني انت بتتكلم في 5 سنين طبعا. كان جاي كمان قبل الخمس يعني 4 سنين ونص يعني. فجاي بيقدمولي ده حارس مرمى طبعا، يعني انا طبعا بصراحه انا ما اهتمتش بالموضوع. انت عارف برضو شغل الاولاد في السن ده متعب شويه. صعب. ومحتاج شغل، وانت بتبتدي معاهم سنه اولى كوره. اكيد. بعد التمرين لقيت الولد عنده الاجابه الكافيه اللي هو ينزل ويشتغل معايا شغل حراس المرمى. نزلت عملت له وحده تدريبيه وحسيت الولد يعني عنده الموهبه فعلا، وقدرت ان انا اشتغل على الموهبه بتاعت مروان وبتاعت عمر برضو نفس الكلام. عمر اكتشفته برضو في من خلال مباريات كانت من دوري الحريف. وشغالين معايا الحمد لله وماشي معاهم بخطه ثابته يعني، وربنا يكرمهم كده في الايام اللي جايه كده ونشوفهم في مكان كويس وانديه تستاهلهم. انت اول اكاديميه متخصصه في حراسه المرمى. اكيد طبعا. كلمنا برضو عن الاكاديميه، الفكره جات لك منين وازاي عملتها وازاي نجحت؟ يعني انك تكتشف حارسين في السن الصغير ده اكيد شهاده نجاح للاكاديميه. والله الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، الموضوع الاكاديميات الحراس المرمى مش موجوده كتير، فانا قررت ان انا افتح موضوع الاكاديميه الحراس المرمى. الحمد لله لقيت اقبال كبير قوي. وطبعا هو الحمد لله كله بيجي برضو على الاسم، كله بيجي على انت عارف برضو انا حارس مرمى وببقى دايما متواجد في تدريب حراس المرمى. من نجاح برضو الحمد لله الاكاديميه عندي اللي انا اللي بيبقى مكون متواجد، مش ماشي باسمي بس ومشغل ناس. فالحمد لله انا بنزل وبشتغل بايد انا وماشيين مع الاولاد الحمد لله بقالنا اكتر من 5 6 شهور، وفي انتاج الحمد لله. معانا محمد وليد 2004 راح الزمالك. تمام. لسه منضم للزمالك الموسم دوت. وفي اولاد كتيره قوي عندنا، سيف هيثم وعمر باسم وكريم وائل، عندنا مجموعه كويسه جدا مش عاوز انسى حد عشان ما حدش يزعل مني.
لكن الحمد لله الفتره اللي جايه دي ان شاء الله داخلين على اختبارات ان شاء الله. باذن الله هقدر ان انا اسوقهم لاحد الانديه ويكون طالعين من خلال اكاديميه سباير. مروان انت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. وانت يا عمر؟ الاهلي. اتنين اهلاويه. حاطط اسس ومعايير معينه بتتعامل بيها مع الحراس؟ اكيد طبعا، ما انا بقول لحضرتك انا ماشي بخطه ثابته معاهم. اكيد طبعا في انا فاصل طبعا الاكاديميه، معايا الكابتن ايمن بسيوني مدرب حراس المرمى نادي انبي الفريق الاول، وماشيين بخطه ثابته مع بعض يعني، والحمد لله احنا فاصلين. طبعا انت بيجي لك برضو في حراس بيجي لك خامه عاديه جدا بتقدر اللي انت بتاخدهم بتاسس لهم من البدايه سنه اولى كوره زي ما بيقولوا يعني، والمجموعه اللي هي عندها الموهبه او عندهم الاساسيات كره القدم بيبقوا منضمين برضو معايا. فالحمد لله رب العالمين يعني، احنا ماشيين بخطه مع الاولاد ونتمنى النجاح للاكاديميه، واتمنى ان يكون في اكاديميات حراس مرمى كتير في مصر. احنا عندنا فقد في الحته اكيد، وعندنا مشكله في مركز حراسه المرمى في مصر، فاتمنى المشكله دي يعني تتحل بموضوع اكاديميات حراس المرمى في مصر. مروان نفسك تلعب فين لما تكبر؟ لا اساله انت بقى يا كابتن عشان هو بيبص لك. مروان نفسك تبقى في نادي ايه؟ تلعب في نادي الاهلي والزمالك الاثنين مع بعض. طيب ربنا يكرمه يا رب كده ويبقى في اهلي او زمالك. نفسك تبقى في نادي ايه يا عمر؟ مصر، منتخب مصر. منتخب ان شاء الله توصلوا منتخب مصر. نفسك تبقى في نادي ايه؟ اهلي، زمالك، انبي، دجله؟ اهلي. اهلي ان شاء الله ربنا يكرمهم ويبقوا في احد الانديه الكبيره، وبتمنى ليهم اللي هو يعني مروان او عمر يلاقوا انديه فعلا تستثمر الاولاد دي، وانا بتمنى ليهم التوفيق والنجاح. بتتواجد بشكل كبير في تدريبات الانديه، انا شفتك الفتره الاخيره متواجد في وادي دجله رغم اعتزالك، يعني رغم اعتزالك ولا انت لسه ما اعلنتش اعتزالك؟ انا 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 في في احد الانديه دلوقتي بتمرن، وان شاء الله باذن الله يعني على الموسم الجاي اكون في نادي كويس جدا. يعني انت لسه يعني انت لسه ما خدتش القرار الرسمي؟ بعد احترامي للانديه كلها كابتن، انا جاي من فتره احترافي طبعا، كنت بلعب في فرانكفورت الالماني ولعبت في فتره في احد دول الخليج، فاكيد انت بتبقى عايش في مكانه ما ينفعش اللي انت تنزل عنها، انت جاي من بره مستني برضو نادي يقدرك ومكانه كويسه، فعشان احافظ على المكانه اللي انا كنت فيها دي فانا عاوز اروح مكان يستاهلني. فكم سنه يا كابتن؟ انا مواليد 85. لسه يعني 32 سنه، الحراس انت عارف ان هم بيطولوا في اكيد طبعا اكيد، وانا الحمد لله مش سايب نفسي ودايما بتمرينات متواجد دايما على طول مع كابتن فكري صالح ومتواجد دايما. شايف مشكله حراسه المرمى في مصر ايه؟ والله يا كابتن مشكله حراس المرمى دايما يعني، انا برضو اتكلمت في الموضوع ده كتير قوي، انت عندك دايما الانديه خلاص انا عندي نمبر 1 الحارس نمبر 1 ده ما فيش تاني حارس بعديه. تمام. يعني برضو احنا برضو نشوف مثلا احمد الشناوي جنش جه لما جه لعب عليه الحمد لله ادى بمستوى رائع. الاثنين مستواهم بقى قريب. فانا نفسي يعني الموضوع ده بره ما كانش موجود خالص. انا عندي الحارس الاول والثاني والثالث بديله واخليه يشارك. تمام. واخليه ياخد طبعا على قد ما يقدر. واللي بيثبت مستواه سواء حارس اول او ثاني او ثالث بره ما فيش الكلام ده، بره ممكن خلال ثلاث ماتشات ثلاث حراس بيلعبوا. فالحته دي مفقوده في الانديه في مصر. انت بعد احترامي للناس اللي بتلعب دلوقتي اساسي في الانديه كلها، انا عندي مفيش الحارس البديل. مفيش حارس بديل، انا ممكن سنه سنتين ثلاثه الحارس ده خلاص هفتقده او هيعتزل. لسه هطلع تاني. فانت بتلعب بقى على الناشئين وبتلعب على الناس اللي تحت. انت مع سياسه الدور في الحراس ولا اللي انت تثبت؟ يعني دي برضه مدرسه، يعني في الزمالك عامله مشكله جنش ولا الشناوي مين يلعب؟ فالاتجاه دلوقتي ده يلعب ماتش وده يلعب ماتش او ده ماتشين وده ماتشين. في الاهلي مثلا العكس، مثبتين شريف اكرامي 3 4 5 سنين، اخر 3 4 5 سنين شريف اكرامي. انت مع انهي مدرسه يا كابتن؟ انا مع مدرسه اللي انا لازم ادي الثقه للحراس اللي معايا الثلاثه، اللي انا لازم اشارك حتى لو انا ما بشاركش، انا بشارك ماتشات وديه، من خلال الماتشات الوديه دي انا بعرف بقيم الحارس المرمى اللي قدامي دوت هل ممكن ادي له ماتشات في الدوري ولا لا. لكن انا عندي كاحساس مدرب انا لو اديته انا ممكن افقد الحارس الاول اللي معايا، لا لازم يبقى في منافسه ما بين الحراس وما بين بعضيها. وانا بتمنى الحراس المرمى في مصر يبقى بيلعبوا على اللي انا يبقى ليا حارس مرمى اول وثاني اللي انا ممكن العب عليه. عمر انت لما تكبر نفسك تلعب في النادي الاهلي صح كده؟ ليه بقى عايز تلعب في النادي الاهلي؟ ايه اللي بيعجبك في النادي الاهلي؟ عشان هو حلو. عشان هو حلو بس. وانت يا مروان ايه اللي بيعجبك في النادي الاهلي؟ هو حلو برضو. كابتن دغش بتتعامل معاهم وانت اللي بتتعامل معاهم بطريقه مباشره ولا في مدرب تاني؟ لا انا بتعامل انا معاهم، انا يعني الحمد لله رب العالمين ليا صبر للاولاد. وبعدين انت يا كابتن مصطفى، كابتن سوري يا كابتن محمود، انا لما باجي اتعامل مع الاولاد لازم اديهم معامله
تكون في نفس متقارب نفس سنهم، بتعامل معاهم، بهزر معاهم، بضحك معاهم، طبعا بديهم الجرعات التدريبيه بتاعتهم نفس التدريب بتاع الناس الكبار، بس بقلل في الشغل البدني والشغل التكتيكي اللي انا بعمله، وماشي انا معاهم بالخطه اللي انا ماشي معاهم بالخطه الثابته ديت. حسيت في اقبال وفي تحسن في المستوى، والاستثمار الاولاد ده حاجه جميله جدا في السن دوت. يا كابتن دغش بقى، يعني اخر حاجه حابب تقولها ايه؟ والله حابب اقول ان انا الحمد لله رب العالمين اللي انا قدرت احقق في الفتره القصيره دي نجاح كمدرب، دي حاجه كويسه جدا، دي حاجه تحسب لك فعلا. وانا عاوز اطلع جيل يعني ينفع بقى البلد ديت. بصراحه انا حاسس ان الحراس المرمى في مصر يعني فاقدين حته الاحساس، الحراس اللي احنا كنا بنسمع عنهم زمان، الكابتن ثابت البطل والكابتن كابتن اكرامي اكرامي بالظبط. فعاوزين كان في منافسه كبيره قوي ما بين الحراس، والجيل ده هو اللي احنا بنلعب عليه، والجيل ده اللي احنا عاوزينه يطلع يبقى في كرة نظيفة في مصر كده وفي منتخب مصر. إن شاء الله نشوفهم نجوم منتخب مصر كده بعد يعني 10 15 سنة تلاقيهم نجوم منتخب مصر. في نهاية هذه الفقرة نشكر الكابتن محمد دغش والنجمين الصغار جدا عمر ومروان، دول أصغر ضيفين حضروا في برنامج الحريف 6 سنوات. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا في آخر فقرة.